خليني بقى عاوزه اقول لحضراتكم كده قبل ما نتكلم في فقرات برنامجنا النهارده مع حضراتكم، اقول لكم كده شاشه صدى البلد في رمضان بتعرض عدد من المسلسلات المتنوعه، مثلا منها الجزء الثاني مسلسل رمضان كريم، مسلسل الحقيقه اثبت جدارته والناس كلها متابعاه، واحنا النهارده 12 رمضان فالناس بدات تعرف هي بتتابع ايه وفين، وكمان مسلسل وعود سخيه بطوله الفنانه الجميله حنان مطوع، وعامله في حقيقه يعني شغل عظيم جدا سواء في مسلسلها او في مسلسل اخر، الناس كلها مبهوره بالاداء، وكمان مسلسل ليل ام البنات وده بطوله النجمه الكبيره سهير رمزي. خليني بقى اتكلم مع حضراتكم على مستوى البرامج. عندنا هنا باقة من البرامج المتنوعة تم اعدادها خصيصا عشان تلبي رغبات متابعين صدى البلد وتابوا مختلف اهتماماتهم. بنتكلم بداية من برنامج وفوق كل ذي علم عليم للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة العلماء، وكمان برنامج كل يوم فتوى للزميل حمدي رزق مع فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وكمان برنامج من هدى القرآن مع العالم الجليل الدكتور أحمد عمرو هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف اسمه هدي القرآن، برنامج كمان ربي زدني علما من تقديم الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، وده بيدي نصايح طبية وإنسانية قيمة يوميا قبل الفطار، وحضراتكم أكيد شفتوا أكيد ليه أجزاء الناس بتستمتع بيها جدا في رمضان وغير رمضان كمان، بالإضافة كمان إلى البرامج المتنوعة اللي احنا متعودين عليها في أسرة صدى البلد، بداية مع على مسؤوليتي لزميلنا العزيز أحمد موسى وكلمة السر لخالد ميري وصالة التحرير لعزة مصطفى وحقائق وأسرار لمصطفى بكري وبرنامج الماتش لهاني حتحوت، وكمان وإحنا لبعض نهال طايل وملعب البلد لإيهاب الكومي، وكمان ست الستات لزميلتنا الجميلة دينا رامز، وكمان عندنا سبوت لايت لشيرين سليمان زميلتي برنامج فني تستمتعوا بيه، وكمان برنامج للأطفال حكايات فلتة وجده مع ماما حنان واللي بتقدمه حنان المطعاني زميلتنا، كمان عندنا برامج للطبخ علشان تقدروا تستمتعوا وتشوفوا ممكن تطبخوا ايه النهاردة، برنامج سفرة دايما الشيف نورهان ميشيل، خريطة متكاملة لحضراتكم كده ان شاء الله تستمتعوا بيها في رمضان، وكل سنة وحضراتكم طيبين. خليني بقى كده اقول لكم فقرات